بعد موجة من الأمطار تنقشع الغيوم وتخضر الأرض بأنواع شتى من الحشائش والأعشاب، ولهذا معنى آخر بالنسبة للفلاحين، فهو يبشرهم بموسم جيد للعمل. في هذا الوقت من السنة تصبح الأرض وافرة، وهذا يجعلها أكثر ملائمة لحرث تربتها وتقليبها لتستفيد مما سقته السماء من ماء. وبفارغ الصبر ينتظر الفلاح موعد زراعة القمح، لأنه المصدر الرئيسي للغذاء سواء بالريف الشمالي لمحافظة إدلب أو في كافة أنحاء العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تم بعون الله تعالى أنه جهزنا أراضي الزراعية، قمنا بحراسة الأرض أول مرة وثاني مرة من تجهيز الأرض من فلاحة السكة والكلتيفاتور، وبعدين طبلنا الأرض، واليوم بعد نزول الأمطار قمنا بخلط الحنطة بالسماد، قمنا في بدارة الأرض بالحنطة وتجهيزها، ونأمل من الله تعالى أن يبعث الخير لخروج هذه الحبة الطيبة من القمح.